السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي التلاميذ. درسنا اليوم جديد حلو لطيف جدا، يتحدث حول شرطي المرور، هذا رجل الأمن اللي يساعدنا على عبور الشارع حتى نصل إلى بيتنا ومدرستنا بأمان. اليوم درسنا يتحدث حول الشين الأولية والشين الوسطية. الشين الأولية يعني تجي أول الكلام، الشين الوسطية أي تأتي وسط الكلام، والشين الآخرية اللي أخذناها البارحة في درسنا الفراش بديع يعني تأتي آخر الكلام وعرفنا كيف نكتبها. خلنا نقرأ الدرس أولا. شامل شرطي مرور، شامل شرطي المرور، شامل شرطي نشيط يقف في الشارع مع طلوع الشمس يساعد الناس على عبور الشارع. راح نكتب حرف الشين مع الحركات الإعرابية مثل ما معودتكم ومع حروف المد الثلاثة آ أو ومع التنوين الفتح والكسر والضم. أولا راح نكتب حرف الشين من الأعلى إلى الأسفل ومن الأعلى إلى الأسفل ثلاث نقاط، هذا حرف الشين. إيش فتحة؟ ش. إيش كسرة؟ شي. إيش ضمة؟ شو. الحرف مع الحركة الإعرابية راح يكون لي مقطع قصير. هسا راح نتعلم كيف نكتب حرف الشين الوسطية والأولية. أول شيء راح نكتب الشين الأولية من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم مادة إيدها تريد صديق وياها. إيش فتحة؟ ش. إيش كسرة؟ شي. إيش ضمة؟ شو. راح نكتب الشين الوسطية اللي مادة اثنين إيديناتها على مودة تريد أصدقاء، خط منا ومن ثم من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم خط ثلاث نقاط. إيش فتحة؟ ش. إيش كسرة؟ شي. إيش ضمة؟ شو. كما موضحة أمامنا راح نأخذها مع الحروف المد الثلاثة اللي هي أ أو إي. إيش أ؟ شا. إيش أو؟ شو. إيش إي؟ شي. شا. شو. شي. شا. شو. شي. كذا شا. إش أو؟ شو. إش إي؟ شي. شا. شو. شي. شا. شو. شي. كذا أخذناها مع التنوين اللي هو تنوين الفتح، صار إش تنوين فتح؟ شن. إش تنوين كسر؟ شن. إش تنوين ضم؟ شن. 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 هسه راح نقطع كلمات الدرس الواردة عندنا في النص. أولا كلمة شامل هو شخصية مذكر اللي هو شرطي المرور اسمه شامل. إش أ؟ شا. إش أ؟ شا. إم كسرة؟ مي. شامي. شامي. إل شامل. شامي. شامي. إل شامل. شامل شنو؟ شنو الوظيفة مالته؟ هو الشرطي. إيش ضمة؟ شو. إيش ضمة؟ شو. أر شر. هنا حرف الراء حرف ساكن، وقفنا الحرف المتحرك اللي هو إيش ضمة. إيش ضمة؟ شو. أر شر. طي كسرة؟ طي. يو شرطي. شرطي. هنا الياء مشددة يعني معناها إنه هاي الياء هي أصلها اثنين، ياء ساكنة مع ياء متحركة دمجت في ياء واحدة مشددة. ليش؟ لأن عمو أبو القراءة ما يصير نكتب اثنين إي، نكتبها حرف واحد مشدد. شرطي. شرطي. شرطي شنو؟ المروري. أن المرور يخلينا هنا همزة وصل. ليش ذكرنا هنا همزة وصل؟ لأن المرور، لأن الألف جت آخر الكلام، ألف واللام جت آخر الكلام، لذلك نخلي عليها همزة وصل. أ ال ال. المضمة. مو. المضمة. رو مرو. هنا مقطع طويل. رو ال مو المو. رو المرو. أر المرور. كلمة ثانية اللي هي نشيط. إن فتحة. ن.
الفتحة ن شي، هنا مقطع طويل اش اي، ن شي ناشي طن ناشي طن، ط تنوين ضم ناشي طن. عندنا كلمة يقي فو، اي فتحة ي اي فتحة مشددة هنا، الش الش يعني أصلها اثنين، إش ساكنة وإش متحركة. الشم الشم، هنا الميم ساكن وقف الحرف المتحرك. الشم الشم، إس كسرة سي الشم سي الشم سي. عندنا هنا وردتنا في درسنا اليوم فعل مضارع اسمه يو سا يو سا عي يساعي دو يساعد. هنا عندنا فعل مضارع، يعني اليوم بدرسنا أخذنا ثلاث حروف جر اللي هي في مع على، وأخذنا كذلك فعل مضارع اللي هو يساعد. إي ضمة يسا يساعدنا حرف مع حرف مد مقطع طويل يسا يسا. ع كسرة يوسا يوسا اي يوساعي. د ضم دو يوساعي دو يوسا يوساعي يوساعي دو يساعد. عندنا كلمة الناس، الناس جتي الال التعريف جت وسط الكلام، لذلك خلينا لها همزة لان جت وسط الكلام. ال ال نا، عندنا مقطع طويل نا النا، اس فتحة س الناس، هنا اس مع حركة الفتحة تكون لي مقطع قصير، والحرف مع حرف المد يكون لي مقطع طويل مثل ما ذكرنا. ع فتحة ع الا لا، هنا مقطع طويل اللا مقطع طويل لكن مع ا مقصورة. ع لا على كون لي حرف جر، هذا العلا كولتني كولتني حرف جر، كون اني حرف جر. عبو عبوري عبوري عبوري، ليش كسرتها؟ لان اجى حرف الجر على الكلمه، من يدخل حرف الجر على الكلمه يكسر الكلمه اللي يجي بعدها. اعظم ع ب بو، عندنا هنا البو مقطع طويل. اعظم ع بو عبوري عبوري عبوري. درسنا لهذا اليوم هو شرطي المرور، أتمنى أحبتي التلاميذ افتهمتوا علي، ويا رب إن شاء الله نكون تحت حسن ظنكم، وشكرا. إش إي ناشي ناشي طن ناشي طن، ط تنوين ضم ناشي طن. عندنا كلمة يقي فو، إي فتحة ي إي فتحة ي، ق كسرة يا قي يا قي. اف ضمه فو يا قي يا قي فو يا قي فو. عندنا هنا يوم درسنا وردت ثلاث حروف جر، اول حرف جر اللي هو في ومع وعلى. احنا ذكرنا في دروسنا السابقة انه الحروف الجر اذا جت دخلت على الجملة مالتنا راح تكسر الكلمة اللي بعدها، تكسرها في بحركة الكسرة. في من اجتي على كلمة الشارع عي كسرتها، وطلوعي وعبوري كذلك كسرت الكلمة اللي تجي بعدها، حرف الجر إذا اجى يكسر الكلمة اللي بعدها. خلنا نقطع كلمة الشارعي. ال ال خلينا همزة توصل، ليش؟ لأن جتي الشارعي كما وردت في النص، عندنا هنا الشارعي جتي آخر الكلام والشمس جتي آخر الكلام، لذلك خليت همزة وصل. الشا الشا، هنا الشين مشددة يعني أصلها اثنين، شين ساكنة مع شين متحركة دمجناها بشين واحدة، ليش؟ لأن عمو بالقراءة ما يقبل نكتب اثنين إش، لازم إش واحدة. الشا الشا، ر كسرة ري ر كسرة ري ع كسرة عي. الشا الشا ري الشاري عي الشاري عي. عندنا هنا حرف الجر الجديد ما ع ما ع، ا فتحة م ا فتحة ع
ما أجا دخل على هذه الكلمة كسرها تضم تو لو. عندنا هنا مقطع طويل لو طولو طولو ع كسرة ع طولو طولو ع طولو ع طولو ع شنو؟ الشمسي. هنا كلمة حرف الألف واللام جت آخر الكلام، التعريف جت آخر الكلام، لذلك راح نخلي لها همزة وصل. همزة وصل ليش؟ لأن جت آخر الكلام. ال ال إش عندنا الإش مشددة هنا.